تم الإعلان عن البدء في بناء سفينة طبق الأصل لسفينة نوح في ويليامستاون بولاية كنتاكي يوم الخميس الموافق 12 نوفمبر. السفينة ستفتح أبوابها للزائرين في 7 يوليو 2016، وتم اختيار هذا التاريخ اليوم 7 من الشهر 7 وفقاً لما جاء في العهد المقدس حول آية صعود نوح وقومه إلى السفينة. تم الإعلان عن التكلفة المبدئية لبناء السفينة ويبلغ 90 مليون دولار، وستكون أضخم هيكل خشبي تم إنشاؤه في الوجود. السفينة ستكون على عرض 155 متراً وعلى ارتفاع 25 متراً، وستكون هي المرحلة الأولى من بناء منتزه ديني، ويتوقع أن يصل إجمالي الدخل الذي ستجلبه حوالي 4 بلايين دولار على مدار 10 سنوات. People from all different backgrounds are very interested in Noah's Ark and have heard of Noah's Ark. And we believe that what we're doing here in this particular life-size reconstruction will be the most authentic and the most realistic reconstruction of Noah's Ark in the world. وعلى الرغم من أن ولاية كنتاكي خصصت بشكل مبدئي 18 مليون دولار كحافز للإنشاء، إلا أنهم انسحبوا بسبب مخاوفهم من عملية التطرف والمخالطات الدينية، والأمر الآن أمام المحكمة كمحاولة لاستعادة الأموال.